بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة هناخد المحاضرة الأولى في مادة الكوزموتكس. أول حاجة الديفينيشن، يعني إيه كوزموتكس؟ الكوزموتكس هي articles intended to be rubbed أو poured أو sprinkled أو sprayed on introduced أو applied to the human body أو أي part for cleaning أو beautifying أو promotion أو attractiveness أو altering the appearance. يعني هي أي مادة بتدهن أو تتصب أو تترش خلاص أو تتحط في أي مكان في الجسم علشان التنظيف أو التجميل أو التحسين للإيه للشكل. طيب الكوزموتيك اونلي كلين بيوتيفاي او التر ذا ابييرنس، بيعمل اد فراجرانس، ممكن يعمل ريحه كويسه او ستوب الديفلوبمنت اوف باد اودر. طيب ات تشينجز او لايتن اور ايفن ديمينش الكالر، يعني ممكن يغير اللون او يفتح اللون او حتى يلغي اللون بتاع اي منطقه في الجسم. بات ات دازنت بريفنت اور كيور فيزيكال ايلمنتس، يعني هو ملوش دعوه بالامراض، ما بيشفيش من الامراض خلاص او الباثولوجيكال كونديشن اون اوف ذا بودي. طيب ذا اوردينري توس بيست والتوس باودر هما كوزموتكس، يعني المعجون الاسنان العادي والبودره بتاعه الاسنان دي تعتبر كوزموتكس لان هما انتندد تو كلين ذا تيس اند امبارت بليزنت فيلينج تو ذا بريس، وبيدوا ريحه نفس كويسه. لكن لو في حاله دنتفريس انت حطيت فيها ماده انتي انزايم ايجنت او ماده انتي بيوتيك او حتى الفلورايد اللي هو يقول لك غني بالفلورايد خلاص او امونيوتد ماتيريالز او اي سبستنس تانيه هتعمل تغير في الاورال كافيتي في الفم، يعني مثلا زي ان هي تمنع مثلا التسوس، في الحاله دي البريبريشن دي بتعتبر دراج. يعني لو معجون السنان ما فيهوش فلورايد خلاص اوكي يبقى ده كوزموتكس، لو اتحط فيه فلورايد بس ملح الفلورايد ودي حاجه بسيطه جدا هيتحول في الحاله دي لدراج لان هو هنا بيعالج التسوس بتاع الاسنان. طيب الاوفيشال كوزموتكس انكلود الحاجات الاوفيشال، ممكن زي السكين كير كريمز، اللوشنز، الباودر، البرفيومز، الليبستيك خلاص، الفينجر نيل والتو نيل بوليش، الحاجات اللي هي اظافر اليد والقدم، الاي والفيشال ميك اب، الكالرد والكونتاكت لينسز، الهير كالر والكلام ده. طب بالنسبه للميديكيتد كوزموتكس، الميديكيتد كوزموتكس هي برودكتس ذات ار يوزد اس كوزموتكس بات اولسو يوزد تو تريت اور بريفنت ديزيز، زي الانتي كيرز توث بيست، المعجون السنان المضاد للتسوس، في الحاله دي هو كوزموتكس ودراج في نفس الوقت. طيب adulterated cosmetics، adulterated يعني مخشوشة، if it contains any poisonous or deleterious substance which make the product harmful to user، وفي الحالة دي هتخلي البرودكت بتاعنا ضار للإنسان. في كمان misbranded cosmetics، دي لو الليبلنج بتاعها false خلاص او الليبل doesn't contain all the required information، يعني ما فيهوش كل المعلومات، في الحالة دي بنسميه misbranded اللي هو التقليد يعني. طيب الكلاسيفيكيشن اوف كوزموتيك برودكتس، ممكن نعمل لها كلاسيفيكيشن لليكويد بريباريشن، ليكويد بريباريشنز، وممكن نعمل زي البيرفيومز، الهير سبراي، الانتي بريسبيرانت والديودرانت اللي هي مضاد للتعرق ومزيل لريحه العرق خلاص، شيفينج لوشن، الساين سكرين، وفي الامالسفايد برودكتس، في برودكتس بنعملها في صوره امالشن زي الهاند كريم، البادي لوشن، الشيفينج كريم برضو ينفع، الساين سكرين، الميك اب بريباريشن. طيب في تواليتريز، الحاجات اللي بتستخدم في التواليت زي التالك والديودرانت باودر، الفيمناين هايجين بريباريشن، الهير شامبوز، التوث بيست خلاص، وفي الهاوس هولد برودكتس زي البوليش والكلينرز الحقيقه حاجات المنظفه. طيب may be classified according to the use into، ممكن نعمل تقسيمه تبعا للاستخدام لحاجات سكين كير برودكتس او هير كير برودكتس او كلر كوزموتكس، بيبي كير، دنتال برودكتس، بيرفيومري، وبيرسونال هايجين برودكتس. طيب cosmetics are generally classified and considered under four main heads depending upon their functional end use، يعني على حسب الاستخدام الفعلي ليهم للاربع وظائف، لاما decorative function
حاجة بتعمل ديكور، بتعمل شكل جمالي زي النيل انيمالز، الهير ليكر، الليبستيك، وفي كوركتيف فانكشن حاجة تصحيحية زي الدي كريم والفيس باودر، بتشيل الدفوهات والكلام ده، وفي بروتكتيف فانكشن ان هي تبقى سان تان برودكت، يبقى حاجة تحمي مثلا من الشمس، وفي كيوراتيف او ثيرابيوتيك فانكشن زي الانتي بريسبيرنت والهير بريبريشن. انتي بريسبيرنت اللي هي مانع التعرق. طيب في another classification في الكوزموتكس according to where these cosmetics are applied، يعني هما يستخدموا فين. فعندنا كوزموتكس للسكين، وطبعا حاجات تحتها معروفة، وفي كوزموتكس للنيلز للأظافر، في كوزموتكس للتيس والماوس، خلاص تيس والماوس، وفي كوزموتكس للهير زي الشامبو والهير تونيك والهير دريسنج والشيفنج ميديا حتى تنفع معاهم، والديبيلاتوريز اللي هي بتشيل نزع الشعر يعني، خلاص. وفي البوردر لاين والكيندرد برودكت زي الاي برودكتس والفوت باودر والابليكيشنز. طيب ذا ريليشن اوف كوزموتيك برودكت تو دراج، ايه هي العلاقه ما بين الكوزموتيك برودكتس والدراج؟ بيقولك ان انت تلاقي خط فاصل ما بينهم هو مش سهل، يعني مش حاجه سهلة. لكن الـ FDA قالت إن الكوزموتكس زي ما احنا ذكرناها فوق، أو هي أي article intended for use as a component of any such articles except soap of alkali salts of fatty acids. يعني إيه؟ كل الحاجات اللي فاتت دي في FDA عرفتها إن هي كوزموتكس، وقالت ممكن كمان كل أي حاجة تدخل في المكونات دي ما عدا الصابون العادي يا جماعة، الصابون اللي هو معمول من الالكالي salts of fatty acid ده ما بيعتبرش كوزموتكس، ما بيعتبرش ايه حاجه ماده تجميليه. طب الاف دي اي قالت ان الدراج هو اي ارتكل ريكوجنايزد ان ذا اوفيشال فارماكوبيا او اوفيشال ناشونال فورمولاري او اني سبلمنت اوف ذم، يعني لو موجود في دستور ادويه معروف يبقى هو ده دراج. الارتكلز انتندد فور يوز ان دايجنوزس او كيور او تريتمنت او بريفنشن اوف ديزيز، يعني لا في التشخيص لا علاج او منع المرض، في الحاله دي بيعتبر برضو دراج. او articles intended to affect the structure or of or any function of the body، يعني لو تغير تركيب او اي وظيفه في الجسم في الحاله دي يعتبر دراج برضو. طيب the borders in relation of drug and cosmetics، الكوزموتكس must be preparations not devices، يبقى الكوزموتكس لازم تبقى تحضيرات مش device مش جهاز، خلاص. طيب او تويلت ارتكل او زي الريزر والتويزر والكومب اللي هي المشطه والشفره، كل الحاجات دي ما بتعتبرش كانها كوزموتكس. طيب الكوزموتكس انكلود ساتش كليننج ايجنت ساتش از الشيفنج كريم الشامبو الكلينزنج كريم اللوشن، لكن دونت انكلود التويلت والباس سوب اللي هو الصابون السائل، ده ما بيعتبرش كوزموتكس. طيب الكوزموتكس ار جنرالي يوزد ابون ذا هيومن بودي، هينس الروم ديودرنت والاير ريفريش مش كوزموتكس، يعني ما ينفعش تقول لي المعطر الجو في الغرفه ده كوزموتكس، لا دي حاجات لازم تستخدم على الجسم الانسان البشري. طيب كوزموتكس مي انكلود drug which used for their cosmetic effect such as antiperspirant، يعني ممكن يبقى دواء بيستخدم كانتيبرسبيرانت، وفي الحاله دي هيبقى في الحالتين هيبقى drug وكوزموتيك مع بعض. in which is a physiological effect or it make them drug where the purpose of their use make them cosmetic، يعني بالعربي كده ان الدواء بتاعنا هيستخدم للغرض العلاجي بتاعه ده او للغرض التأثيري، يعني اللي هو هيغير حاجة في جسم الانسان علشان يعمل حاجة تجميلية زي منع التعرق يعني. طيب في ميديكيتد كوزموتكس، زي ما قلت لك الميديكيتد كوزموتكس هي كوزموتكس محطوط فيها ادوية زي الفلورايد او الانتي كيريس تو سبيست احنا لسه قايلينه من شويه. طيب في الميس براندد كوزموتكس، الميس براندد لو الليبلنج بتاعها فولس او ما بيظهرلكش كل المعلومات اللي موجوده او المحتويات اللي موجوده عليك في العلبه، وده طبعا هيعتبر غش. طيب في ادلتريتد كوزموتكس، الادلتريتد كوزموتكس دي معروف يعني دي درجه اعنف من الغش، ان هو القصه مش هيكتب لك كل المكونات، لا ده ممكن يحط لك مكونات يبدل لك مكونات بمكونات تانية علشان يبقى ارخص او عشان يكسب هو اكتر، وطبعا في الحاله دي هو ممكن يحط لك ماده بويزنس او ديليتيريس وممكن تسبب اي مشاكل لجسم الانسان. ممكن برضو لو بيحتوي على ديكومبوزد سابستنس فهو كده ادلتريتد، لو الكونتينر از كومبوزد اوف اني بويزنس سابستنس، لو انت الكونتينر بتاعك مش حاطه من ماده مسموح بيها، او لو بيحتوي على نون بيرميتد كلر اديتيف يعني في الوان بالنسب غير مسموح بيها، يعتبر ادلتريتد
كوزموتكس. طيب الاستابيليتي بتاع الكوزموتكس طبعا هي القدره على ان الفورمولا اللي انت محضرها ان هي تحافظ على نفسها بنفس الفيزيكال والكيميكال والميكروبيولوجيكال والثيرابيوتيك والتوكسيكولوجيكال سبيسيفيكيشنز لحد نهايه الاكسبايري ديت اللي مكتوب عليها، ان هي تفضل محافظه على نفسها. طيب المايكروبيولوجيكال تيستينج، اثناء المايكروبيولوجيكال تيستينج المفروض انت بتعمل اختبارات ليها وتشوف هل ممكن البكتيريا تنمو عليها ولا لا، ولو هي صالحه ان البكتيريا تستخدمها فاحنا طبعا بنحط لها ماده بريزرفاتيف تمنع الكلام ده، طبعا بنستخدم مايكروبيولوجيست في الشغل ده. طيب والسيفتي تيستينج طبعا دي اهم حاجه، مش هينفع ان انا استخدم حاجه كوزموتكس وتكون هتضر جسم الانسان، فانت لازم طبعا تعمل اختبار وتتاكد ان الماده بتاعتك سيف مفيش منها اي ضرر على جسم الانسان. السيفتي داتا فور ايتش رو ماتيريال شود بي افيلابل، يعني حتى لو هتستخدم رو ماتيريالز كتير كل ماده لازم تعرف ان هي سيف وان هي مش هتاذي جسم الانسان. طيب وطبعا برضو بتعمل تشيك في الاخر على الفينيشد برودكت عشان لو حصل فيه اي تغير. طيب كده يبقى احنا المحاضرة الأولى خلصت في مادة الكوزموتيك.